يلعب المجتمع المدني دوراً مهماً في حماية البيئة والمحيط من خلال تبليغ ومعالجة النقاط السوداء التي ينتشر فيها التلوث. وجمعية سلامة المحيط والحفاظ على البيئة التي حازت مؤخراً على اعتماد لممارسة نشاطها الميداني بدأت تلعب هذا الدور من خلال القضاء على كل النقاط السوداء بما فيها الشواطئ الملوثة. بعثوا لنا على الصفحة تاعنا اسويس انفيرونمون الجيري، بعثوا لنا فيديو وين شفنا فيها كارثة في حق الطبيعة، يعني حاجة ما تتوقعش. من المفروض شاطئ شباب كيما هذا يعني يكون متهيئ، يكونوا واقفين عليه، خاصة من مصالح البلدية. لوم المواطن من جانب، يعني حتى المواطن عنده دور في هذا المشكل، هذا يلعب دور كبير. لكن أنا اللي جابتني اليوم الشاب هذا اللي قام بالفيديو هذيك اللي كانت لحقتني عبر الميسنجر، يعني بعث لي رسالة وقال لي شوف يعني الكارثة اللي رانا فيها. هذا شيء إيجابي صراحة، أنا باش دوكا مواطن يقوم بتصرف كيما هذا سلوك حضاري. من الحمد لله أنا كي نجي نلقى شباب كيما هذوما داروا حاجة كيما هذه، والله غير بارك الله فيهم. وحنا نتمنوا في كل مناطق يكونوا كاينين هاد الناس اللي يحموا البيئة، يكونوا كاينين هاد الناس، خطر صراحة ما عندناش بيئة احنا في المجتمع.